دلوقتي تعالوا نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، وكمان أهم المباريات اللي هتتلعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فجامعة القاهرة هتفتتح عدد من مشروعات التطوير والتحديث بكلية طب قصر العيني في إطار الجهود المستمرة اللي بتبذلها الجامعة للعمل على تحديث بنيتها التحتية وتطوير منشآتها ومستشفياتها التعليمية. النهاردة هيلتقي النجم حلمي عبد الباقي لأول مرة مع فرقة الفراتي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو مصطفى مسعد في ساقية الصاوي، وبيقدم حلمي مع الفرقة عدد من أغانيه الشهيرة بالإضافة لمجموعة من أغاني التراث. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية. هيلتقي منتخب غينيا مع السنغال الساعة 7 مساءً. في نفس التوقيت هيلتقي منتخب الكاميرون مع غامبيا، والساعة 10 ليلاً هيلتقي منتخب موريتانيا مع منتخب الجزائر. في نفس التوقيت هيلتقي منتخب أنغولا مع منتخب بوركينا فاسو. النهاردة العشاء الكرة الأسيوية موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأسيوية. هيلتقي منتخب أستراليا مع أوزبكستان الساعة 1:30. في نفس التوقيت هيلتقي منتخب سوريا مع منتخب الهند، وفي الخامسة مساءً هيلتقي منتخب إيران مع منتخب الإمارات، وفي نفس التوقيت هيلتقي منتخب هونغ كونغ مع منتخب فلسطين.